بسم الله الرحمن الرحيم. نظم الدرر السنية في السيرة الزكية للحافظ زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم ابن الحسين العراقي رحمه الله، مع الجزء الثاني، ذكر وصوله إلى قباء ثم إلى المدينة، حتى إذا أتى إلى قباء نزلها بالسعد والهناء في يوم الاثنين لثنتي عشرة من شهر مولد فنعم الهجرة. أقام أربعا لديهم وطلع في يوم جمعة فصلى وجمع في مسجد الجمعة وهي أول ما جمع النبي فيما نقل. وقيل بل أقام أربع عشرة فيهم وهم ينتحلون ذكره، وهو الذي أخرجه الشيخان، لكن ما مر من الإتيان لمسجد الجمعة يوم جمعة لا يستقيم مع هذه المدة إلا على القول بكون القدمة إلى قبى كانت بيوم الجمعة، بنى بها مسجده وارتحل لطيبة الفيحاء طابت نزلا، فبركت ناقته المأمورة بموضع المسجد في الظهيرة، فحل في دار أبي أيوب حتى ابتنى مسجده الرحيبا، وحوله منازلا لأهله وحوله أصحابه في ظله، طابت به طيبة من بعد الردى، أشرق ما قد كان منها أسودا، كانت لمن أوبأ أرض الله فزال داؤها بهذا الجاه، ونقل الله بفضل رحمتي ما كان من حمى بها للجحفة، وليس دجال ولا طاعون يدخلها فحرزها حصين. أقام شهرا ثم بعد نزلت عليه إتمام الصلاة أكملت، أقام من شهر ربيع لسفر يبنى له مسجده والمستقر، ووادع اليهود في كتابه ما بينهم وبين ما أصحابه، وكان بدء الأمر بالأذان رؤيا ابن زيد أو لعام ثاني، ففيه فرض الصوم والزكاة للفطر والعيدين بالصلاة بخطبتين بعد والأضحية، كذا زكاة مالهم والقبلة للمسجد الحرام والبناء بعائش كذلك الزهراء، وبدر الكبرى وفي الثالثة دخوله بحفصة القانتة والزينبين، وبنى ابن عفان بأم كلثوم وفيه الجمعان، التقيا بأحد والرابعة بئر معونة بتلك الفاجعة، وغزوه بني النضير وجلوا ذات الرقاع بعدها كما حكوا، وقائل فيها الصلاة قصرت والخمر حرم أو في التي خلت، وقيل فيها آية التيمم كذا صلاة الخوف مع خلف النوم، وقيل في الخمس وفيه نزلت آي الحجاب والخسوف صليت لقمر، وفيه غزو الخندق مع قريظة مع المصطلق، على الصحيح وبها جويرية بنى بها والإفك أو في الآتية، وفي الست كانت عمرة الحديبية وبيعة الرضوان تلك الزاكية، وفيه فرض الحج أو ما خلت أو في الثمان أو ففي التاسعة خلف، وقيل كان قبل الهجرة وجوبه حكاه في النهاية، وفيه قد سابق بين الخيل وآية الظهار في ابن خولي، والمظاهر هو أنس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت. في السبع خيبر وعمرة القضاء، وقدمت أم حبيبة الرضا بنى بها وبعدها ميمونة، كذاك فيها قبلها صفية، وفيه منع الحمر الأهلية ومتعة النساء ثم حلت يوم حنين، ثم قد حرمها مؤبدا ليس لذلك انتهى،
وفي الثمان وقعة بمؤتة، والفتح مع حنين في ذي السنة، وأخذ جزية مجوس هجرا، واتخذ النبي فيها المنبرا. في التسع غزوة تبوك بعد أن صلى على أصحم غائبا فسن. وفيه قد آلى من النسوان شهرا، وفيه قصة اللعان، وحجة الصديق ثم أرسل له علي بعده على الولا، ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عريان كفعل الجهلا. وسميت بسنة الوفود لكثرة القادم من وفود، في العشر كانت حجة الوداع، لا يحصر الوافون بالطلاع، فقيل كانوا 40,000 أو ضعفها وزد عليه ضعفا. وارتد فيها وادعى النبوة الأسود العنسي حتى موه لبعض قومه بسجع صنعه، فقتل الشقي مع من تبعه. فيما يليها وهي 11 قضى نبي الله فيها عمره، عاش 63 على أصحها، والخلف فيها ذا خلا. ذكر صفته صلى الله عليه وآله وسلم. وربعة كان من الرجال، لا من قصارهم ولا الطوال، بعيد بين المنكبين شعره، يبلغ شحمة الأذن يوفره، مرة أخرى فيكون وفره، يضرب منكبيه يعلو ظهره، يحلق رأسه لأجل النسك، وربما قصره في نسك. وقد رووا لا توضع النواصي إلا لأجل النسك المحاصي، أي الممحص للذنوب. أبيض قد شرب حمرة علت، وفي الصحيح أزهر اللون ثبت. وفي الصحيح أشكل العينين، أي حمرة لدى بياض العين. ولعلي أدعج وفسرا بشدة السواد في العين يرى. وفي الصحيح أنه جعد الشعر، لا سبط ولا بجعد الخبر. وعن علي سبط لم يثبت إسناده، وكان كث اللحية، وأشعر الصدر دقيق المسربة من سرة حتى يحاذي لببه. الجعد وهي في الشعر ألا يتكسر تكسرا تاما ولا يسترسل. والسبط الممتد الذي ليس فيه تعقد ولا نتوء. والمسربة الشعر الدقيق الذي من الصدر إلى السرة. وكان شثنا كفه والقدم، وهو الغليظ قوة يستلزم، إذا مشى كأنما ينحط في صبب من صعود يحط. إذا مشى كأنما تقلع من صخر ني قوي مشي مسرعا، يقبل كله إذا ما التفت، وليس يلوي عنقا تلفتا، كأنما عرقه كاللؤلؤ، أي في البياض والصفا إذا رؤي. تجمعه أم سليم تجعله في طيبها، فهو لعمري أفضله. يقول من ينعته ما قبله أو بعده رأيت قط مثله. ذكر وصف أم معبد له صلى الله عليه وسلم. تقول فيه بلسان ناعت، أبلج وجه ظاهر الوضاءة، الخلق منه لم تعبه ثجلة، كلا ولم تزر به من صعلة. فالصعلة صغر الرأس. أدعج والأهداب فيها وطف من طولها، أو غطف أو عطف. والجيد فيه سطع وسيم، والجيد فيه سطع وسيم، والصوت فيه صحل قسيم. والصحل غليظ في الصوت، كثيف لحية أزج أقرن، أحلاه من قرب له وأحسن. والأزج مقوس الحاجبين طويلهما، والأقرن
أي متصل الحاجبين صلى الله عليه وسلم. أجمله من بعد وأبهى، يعلوه إذ ما يتكلم البهى، كذاك يعلوه الوقار إن صمت، منطقه كخرز تحدرت. فصل الكلام ليس فيه هدر، حلو المقال ما عراه نزر. لا بائن طولا ولا يقتحم، من قصر فهو عليهم يعظم. بنظرة المنظر والمقدار تحفه الرفقة بائتمار. إن أمروا تبادروا امتثالا، أو قال قولا أنصتوا إجلالا. فهو لدى أصحابه محفود، أن يسرعون طاعة محشود. ليس بعابس ولا مفند، بذاك عرفته أم معبد. ذكر وصف هند ابن أبي هالة له. وابن أبي هالة زاد لما وصفه مفخما وفخما، لوجهه تلألؤ كالبدر، معتدل الخلق عريض الصدر، عظيم هام واسع الجبين، فمن ضليع أي واسع، وأقنع العرنين ارتفاع في أنفه واحديداب في وسطه. يعلوه نور من رآه إذما، لم يتأمل ظنه أشما. مفلج الأسنان سهل الخد، أشنب بادن طويل الزند. عنقه يرى كجيد دمية، مع صفاء لونه كالفضة. أزج في غير قرى إذا غضب، بينهما عرق يدره الغضب. وسائل الأطراف رحب الراحة، ضخم الكراديس ذريع المشية أي سريع المشية مع سكينة ووقار، واسع الخطوة حتى كأن الأرض تطوى له. وضخم الكراديس عظيم رؤوس العظام، طويل الأصابع، بلا احتداب ولا تعقد ولا انقباض ولا تكسر جلد صلى الله عليه وسلم. ذكر أخلاقه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أكرم به خلقه القرآن، فهو لدى غضبه غضبان. يرضى بما يرضاه ليس يغضب، لنفسه إلا إذا ترتكب. محارم الله إذن فينتقم، فأحد لذاك أصلا لم يقم. بعثه الرحمن بالإرفاق، كيما يتم صالح الأخلاق. أشجعهم في موطن وأنجدا، وأجود الناس بنانا ويدا. من سيل قط حاجة فقال لا، وليس يأوي منزلا إن فضلا. مما أتى درهما أو دينارا، حتى تريح منهما الأقدارا. أصدق لهجة وأوفى ذمة، ألينهم عريكة في الأمة. أكرمهم في عشرة لا يحسب، جليسه أن سواه أقرب. حياؤه يربو على العذراء، في خدرها لشدة الحياء. نظره للأرض منه أكثر، إلى السماء خافض إذ ينظر. أكثرهم تواضعا يجيب، داعيه بعيد أو قريب. من عبد أو حر، فقير أو غني، وأرحم الناس بكل مؤمن. وطائف يعروه حتى الهرة، يصغي لها الإناء غير مرة، أي يميل لها الإناء. كان أعف الناس ليس يمسك، أيدي من ليس لهن يملك. يبايع النساء لا يصافح، أيديهن بل كلام صالح. أشدهم لصحبه إكراما، ليس يمد رجله احتراما. بينهم ولم يكن يقدم، ركبته على الجليس يكرم. فمن بديهة رآه هابه، طبعا ومن خالطه أحبه. يمشي مع المسكين والأرملة، في حاجة من غير ما أنفت.
يقصف نعله يخيط ثوبه يحلب شاته ولن يعيبه يخدم في مهنة أهله كما يقطع بالسكين لحما قدما يردف خلفه على الحمار على إكاف غير ذي استكبار والإكاف هو للحمار كالسرج للفرس يمشي بلا نعل ولا خف إلى عيادة المريض حوله الملا يجالس الفقير والمسكين ويكرم الكرام إذ يأتون ليس مواجها بشيء يكرهه جليسه بل بالرضا يواجهه يمزح لا يقول إلا حقا يجلس في الأكل مع الأرقا يأتي إلى بساتين الإخوان يكرمهم بذلك الإتيان قيل له يدعو على الكفار دوس وغيرهم من الفجار فقال إنما بعثت رحمة وليس لعان النبي الرحمة بل سأل اللهم فاهدي دوسا وأتي بهم فأصبحوا رؤوسا لم يكن فحاشا ولا لعانا ولا بخيلا لا ولا جبانا يختار أيسر الأمور إثما خير إلا أن يكون إثما لم يرى ضاحكا بملء فيه ضحكه تبسم يبديه يعجب مما يعجب الجليس منه فما بوجهه عبوس أصحابه إذ يتناشدون بينهم الأشعار يضحكون ويذكرون جاهلية فما يزيد أن يشركهم تبسما قد وسع الناس ببسط الخلق فهم سواء عنده في الحق من تهر الخادم قط فيما يأتيه أو يتركه ملوما في صنعه للشيء لم صنعته وتركه للشيء لم تركته يقول لو قدر شيء كان سبحان من كمله سبحانا وفي الجلوس يحتبي تواضعا وفي الجلوس يحتبي تواضعا ومرة كالقرفصاء خاضعا مجلسه حلم وصبر وحيا يبدأ بالسلام من قد لقيا ويوثر الداخل بالوسادة أو يبسط الثوب له زيادة ليس يقول في الرضا والغضب قطعا سوى الحق فخذه واكتبي يعظ بالجد إذ ما ذكر كأنه منذر جيش حذر ويستنير وجهه إن سر تخاله من السرور بدرا يمنع أن يمشي خلفه أحد بل خلفه ملائك الله الأحد وليس يجزي سيئا بمثله لكن بعفو وبصفح فضله كان يحب الفال ممن ذكره وكان يكره اتباع الطيرة ذكر خلقه في الطعام والشراب ولم يعب قط طعاما يحضره يأكله إن يشتهي أو يذره ولم يكن جلوسه متكيا في حالة الأكل ولكن مقعيا تعجبه الذراع والدباء والعسل المحبوب والحلواء ويأكل البطيخ والقثاء برطب يبغي به الدواء يقول يطفي برد ذين حر ذا وكل إرشاد فعنه أخذا يأكل بالأصابع الثلاثة يلعقها لقصد ذي البركة يبدأ بسم الله ثم يختم بالحمد في شرب وأكل يطعم يشرب في ثلاثة أنفاسا يمص فهو أهدأ اختلاسا لم يتنفس في الإناء إذ يشرب يبينه عن فيه فهو أطيب يشرب قاعدا ومن قيام لعارض كزمزم الحرام وشربه من قربة معلقة دل به للرخصة محققة يناول الأيمن قبل الأيسر إلا بإذنه لحق الأكبر
والبارد الحلو يحب شربه، واللبن استزاد إذ أحبه. يقول زدنا منه فهو يجزي عن الشراب والطعام المجزي. ذكر خلقه في اللباس صلى الله عليه وسلم. يلبس ما من الثياب وجدا من الإزار والقميص والرداء، وبردة وشملة وحبرة، وجبة أو فقباء حضرة. لبس أيضا حلة حمراء فزادها بحسنه سناء. وربما ارتدى الكساء وحده ليس عليه غيره لم يعده، وربما كان الإزار وحده ليس عليه غيره بعقده، وربما كان عليه مرق مرحل يقنع لا يشتط، وربما صلى بثوب واحد ملتحفا به بغير زائد. لا يصبر القميص والإزار بل فوق كعبيه هما اقتصارا، بل ربما كان لنصف الساق تواضعا لربه الخلاق. يلبس ثوبه من الميامن ونزعه بالعكس للتيامن. كانت له ملحفة مصبوغة بزعفران أو بورس ينبت، يقول عند اللبس باللسان الحمد لله الذي كساني. ما يستر العورة من لباس مع التجمل به في الناس، ويصعد المنبر إذ يشاء برأسه عصابة دسماء يعني سوداء. ونعله الكريمة المصونة طوبى لمن مس بها جبينة. لها قبالان بسيل وهما سبتيتان سبتوا شعرهما، وطولها شبر وإصبعان، وعرضها مما يلي الكعبان. سبع أصابع وبطن القدم خمس وفوق ذا فست فاعلمي. ورأسها محدد وعرضها بين القبالين إصبعان اضبطهما. وهذه تمثال تلك النعل ودورها أكرم بها من نعل. ذكر خاتمه صلى الله عليه وسلم. خاتمه من فضة وفضه منه، ونقشه عليه نصه محمد سطر رسول سطر الله سطر ليس فيه كبر. وفضه لباطن يختم به، وقال لا ينقش عليه يشتبه. يلبسه كما روى البخاري في خنصر يمين أو يسار، كلاهما في مسلم، ويجمع بأن ذا في حالتين يقع، أو خاتمين كل واحد بيد كما بفص حبشي قد ورد. ذكر فراشه صلى الله عليه وسلم. فراشه من أدم وحشوه ليف فلا يلهي بعجب زهوه، وربما نام على العباءة بثنيتين عند بعض النسوة، وربما نام على الحصير ما تحته شيء سوى السرير. ذكر طيبه وكحله صلى الله عليه وسلم. الطيب والنساء حببا له، ويكره الريح الكريه كله. وطيبه غالية ومسك، والمسك وحده كذاك السك. بخوره الكافور والعود الندي، وعينه يكحلها بالإثمد. ثلاثة في العين للإيتار، وروي اثنتين في اليسار. ذكر معجزاته صلى الله عليه وسلم. أعظمها معجزة القرآن تبقى على تعاقب الأزمان، كذا انشقاق البدر حتى افترقا بفرقتين رأي عين حققا، وقد زواله الإله حقا الأرض مغربا لها وشرقا. وقال ما زواه لي سيبلغ، إليه ملك أمتي فبلغ. وحن جذع النخل لما فارقه لمنبر إليه حتى اعتنقه.
ونبع الماء فجاش كثرة من بين إصبعيه غير مرة، وسبح الحصى بكفه بحق، كذا الطعام عنده به نطق، وحجر وشجر قد سلما عليه نطقا والذراع كلما، وقد شكا له البعير إذ جهد، وبالنبوة له الذئب شهد، وجاء مرة قضاء الحاجة ولم يجد شيئا سوى أشاءة، والأشاءة النخلة الصغيرة ومثلها، لكنهما باعدتا، أمر كلا منهما فأتتا، أي أمر النخلتين البعيدتين فأتتا إليه، تخذ الأرض ذي وذي حتى قضى حاجته، أمر كلا فمضى، وازدلفت إليه ست بدن للنحر كل سابق للطعن، وندرت عين قتادة فرد، تلك فكانت من صحيحة أحد، أي صارت عينه التي ردها لقتادة أشد نظرا من عينه السالمة، وبرأت عين علي إذ تفل فيها لوقته وما عاد حصل، وابن عتيك رجله أصيبت فهي بمسحه سريعا برئت، وقال أقتل أبي بن خلف خدشه خدشا يسيرا فانحتف، كذاكم أمية بن خلف قتل كافرا ببدر فوفي، وعد في بدر لهم مصارعا كل بما سما له قد صرعا، وقال عن قوم سيركبون ثبج هذا البحر أن يغزونا، وثبج البحر أي وسطه، ومنهم أم حرام ركبت البحر ثم في رجوعهم قضت، وقال في الحسن سبط نسبه يوما لعل الله أن يصلح به، ما كان بين فئتين وهما عظيمتان الكل ممن أسلما، فكان ذا وقال في عثمانا تصيبه البلوى فحقا كان، ومقتل الأسود في صنع اليمن ذكره ليلة قتله، ومن قتله كذاك كسرى أخبرا بقتله فكان ذا بلا مرا، وقال إخبارا عن الشيماء قد رفعت في بغلة شهباء خمارها أسود حتى أخذت عهد أبي بكر كما قد وصفت، وقد دعا لولد الخطاب بعزة الدين به أو بأبي جهل أصابت عمرا فأسلما، عز به من كان أضحى مسلما، ولعلي بذهاب الحر والبرد لم يكن بذين يدري، ولابن عباس بفقه الدين مع علم بتأويل فبحرا اتسع، وثابت بعيشه سعيدا حياته وموته شهيدا، فكان ذا وأنس بكثرة المال والولد وطول المدة، وفي عمره فعاش نحو المئة، وكان يؤتي نخله في السنة حملين والولد لصلب مئة، من بعد عشرين ذكورا أثبت، وقال في من ادعى الإسلام وقد غزا معه العدا وحاما، مع شدة القتال للكفار معه بأنه من أهل النار، فصدق الله مقال السيد بنحره لنفسه عمد اليد، وكان من عتبة بن أبي لهب أذى له دعا عليه فوجب، يسلط الله عليه كلبا قتله الأسد قتلا صعبا، وقد شكا له قحوط المطر شاك أتاه وهو فوق المنبر، فرفع اليدين لله وما قزعة ولا سحاب في السماء، فطلعت سحابة وانتشرت فأمطروا جمعة تواترت، حتى شكا له انقطاع السبل فأقلعت لما دعا الله العلي، وأطعم الألف زمان الخندق
من دون صاع وبهيمة بقي بعد انصرافهم عن الطعام أكثر مما كان من طعام كذاك قد أطعمهم من تمر أتت به جارية في صغر وأمر الفاروق أن يزودا مئين أربعا أتوا فزودا والتمر كان كالفصيل الرابض كأنه ما مسه من قابض كذاك أقراص شعير جعلت من تحت إبط أنس فأكلت جماعة منها ثمانون وهم قد شبعوا وهو كما أتى لهم فأطعم الجيش فكل شبع من مزود وما بقي فيه دعا والمزود وعاء التمر لصاحب المزود فيه فأكل منه حياته إلى حين قتل عثمان صاع ورووا أن حمل خمسين وسقا منه لله على وفي بناته بزينب طعما خلقا كثيرا من طعام قدما أهدت له أم سليم رفعا من بينهم وهو كما وضع من بينهم وهو كما قد وضع والجيش في يوم حنين إذ رموا منه بقبضة ترابا هزموا وأنزل الله به كتابا وامتلأت أعينهم ترابا كذا التراب في رؤوس القوم قد وضعه ولم يره منهم أحد وكم له من معجزات بينة تضيق عنها الكتب المدونة وكم له من معجزات بينة تضيق عنها الكتب المدونة صلى الله عليه وسلم.